الموتور دوران الموتور بزيد التورك او العزم الدوران بزيد بضل يزداد خطوه خطوه لحد ما يصير الملف موجود تحت القطبين مباشره. في هذا الحال يكون جنوبي جنوبي وشمالي جنوبي مقابل شمالي وشمالي مقابل جنوبي، يكون في اكبر قوه للموتور. نبدا بعدها الموتور يدور بالعكس ويبدا العزم تبعه ينزل خطوه خطوه لحد ما يرجع لمكان عليه المكان السابق اللي عليه. فبالتالي بنقول في هذه الحاله ان الموتور الجزء الاول من الموتور توقف. نرجع نكمل نطلع انه الموتور برضه كل ما زودنا خطوه خطوه نشوف الموتور كيف بدور لحد ما يصل لاقصى جهد اقصى عزم، بعدين بنرجع للعزم الصفر كمان مره. نشوفها كلها مع بعض كيف تتحرك. هاي الجزء الاول من اللي هي مبدا عمل المواتير، نطلع برضه عليه في الصوره هذه. هاي الصوره بتوضح لنا تركيبه الموتور من الداخل. هاي في عندنا قطبين فعليا تركيبه قريبه جدا من الواقع، في عندنا قطبين شمالي وجنوبي، والقطبين في عندي في الداخل في ملف واحد فقط. الملف يمثل في عندنا الكوموتيتور يمثل بالقطعتين الصفر دور النحاس، وفي عندنا الشفط الموجود تبع الموتور، في عندنا الفحمات. احنا لو طلعنا خطوه خطوه، هاي الرسمه الاولى توضح الموتور قبل ما يدور، دار خطوه شفنا الحركه تبعت الموتور، دار كمان خطوه شفنا الحركه الثانيه، دار كمان خطوه شفنا الحركه الثالثه، وهكذا بنعرف كيف الموتور مبدا عمل الموتور بدور. هاي الصوره توضح هذا الكلام. المحركات زي ما حكينا في عندنا الدي سي، في عندنا ثلاث اربع انواع. النوع الاول هو الماجنتيك سيلف ماجنتيك، واحنا مش حنتناول هذا الموضوع، حنتناول الانواع الاخرى اللي هي بسميهم شنط موتور شنط موتور شنط موتور موتور وان موتور. بكون في عندنا الستيتور موصل على التوازي مع عضو الانتاج، يعني التيار الكهربائي اللي طالع من المصدر حيروح جزء منه على الستيتور وجزء منه على الروتور. يعني تيار الروتور يختلف عن تيار الستيتور. هذا النوع الاول اللي هو شنط وان موتور. النوع الثاني اللي هو سيريز وان موتور، هذا الملف التيار الملف تبع الستيتور هو نفسه يتصل مباشرة على التوالي مع ملف تبع او ملفات الروتور او عضو الانتاج. يعني التيار الخارج من المصدر هو نفسه اللي حيمر في الروتور، هو نفسه اللي حيمر في الستيتور. هذا النوع الثاني اللي هو سيريز وان موتور. النوع الثالث هو الكومباوند موتورز او كومباوند وان موتور. هذا في عندنا الستيتور في عندنا جزئين، الجزء الاول هو يتصل فيه الملفات بنسميه سيريز وند، وفي عندنا الجزء الثاني بنسميه شنط وند. السيريز وند هو التيار اللي حيمر فيه حيمر في الارميتشر او الروتور، اما العضو الثاني او الجزء الثاني من الستيتور اللي هو الشنط بتوصل على التوازي مع المصدر حيمر في تيار مختلف عن تيار الستيتور الروتور الموجود عندنا اللي هو عضو الانتاج. هاي الانواع هي الثلاثة اللي بنحكي عليها في دي سي موتورز. نتناول الجيتي كيفية ايجاد القوة الدافع الكهربائية المتولدة في الارميتشر وايندينجز. بنحط شوية تعريفات. التعريف الأول اللي هو زد اللي هو عدد نمبر اوف ارميتشر كونتاكتس، عدد الملفات في الارميتشر. الفاي اللي هو يوزفل فلكس بير بول اللي ببالص بالجاس. البي نمبر اوف بيرز اوف بولز يعني عدد ازواج الاقطاب. الان اللي هو عدد سرعه الموتور في الريفوليوشن بالسكند اللي او الريفوليوشن بير مينيت حسب ايش بدنا نحسبها. الاي ام جي اللي هي القوه الدافع الكهربيه المتولده. الاي ام جي القوه الدافع الكهربيه المتولده في الموتور كله بتساوي مجموع القوه الدافع الكهربيه المتولده في المجال في الباث الوان باث او في المسار الواحد تبع الارميتشر. لو تخيلنا انه الموتور بدور، فهذا معناته انه كل كوندكتر او كل الكوندكتر بتكون من كل ملف بتكون من تو كوندكتر الامور بقطع تو بي عدد ضعف عدد ازواج الاقطاب في كل دوره. فبالتالي بيكون في هذه الحاله بيساوي 2 بي 5.
في هذه الحالة إحنا بتكون قوة دفع الكهربائية أو عدد الفلكس قبل نقول القوة دفع نقول الفلكس اللي بقطع الكوندكتور بيساوي 2 بي في فاي في ان. في هذه الحالة قوة دفع الكهربائية المتولدة في ملف واحد بيساوي 2 بي في فاي في ان فولت أو اللي هو بيساوي بار الفولت بيساوي بار على السكن. نكمل نشوف هذه الحالة في عنا في سي بدنا ناخذ تعريف ثالث او خامس لا سي اللي بيساوي نمبر اوف بارل باث ثرو ذا وايندينج بتوين بوزيتيف اند نيجاتيف برانشز او عدد المسارات اللي بمر بتمر الموصوله مع الفحمات. في عنا لها قيمتين هاي سي قيمه 2 اللي بتكون في حاله الويف وايندينج تبعت لف الموتور هذا النوع ويف او بتساوي 2 بي اللي بيساوي عدد الاقطاب يعني فور لاب وايندينج لا نوعية اللف النوع إلا. في هذه الحالة يكون عدد the number of conductors in series in each path عدد الملفات في على التوالي في كل path بتساوي عدد الملفات جميعا على C اللي هو عدد المسارات فبتكون بتساوي زد على C. إذا في هذه الحالة قوة الدفع الكهربائية بين فحمتين بتساوي average EMF على بين كوندكتور مضروب في نمبر كوندكتورز ان سيريز بيربا اللي يعني معنى اخر انه جنريتد اي ام اف بتساوي 2 بي في فاي في ان في زد على سي 2 بي في فاي في ان على زد سي. نطلع النقطه اللي بعدها نطلع على الموتور اللي عندنا المواتير اللي عندنا دي الايكوفالنس سيركت تبعت المواتير اللي عندنا. في عنا أول شيء للشنط نطلع عليها في هذه الحالة هي موجودة. في عنا RA تبعت أرميتشر وفي عنا E قوة دفع الكهربائية المتولدة. في عنا RF تبعت الستيتور. في عنا طبعا المصدر الجهد فبالتالي بتكون VT بتساوي E بلس IA في RA. في نوع السيريز نطلع أنه في عنا الملفات الستيتور متصلة مع ملفات الروتور متصلة طبعا في هذه الحالة مع عضو الإنتاج. نطلع انه الـ VT في عندنا الـ RA هي مقاومة عضو الإنتاج وفي عندنا الـ E اللي هو القوة دفع الكهربائية المتولدة. في عندنا الـ RF اللي هي مقاومة عضو الستيتور والـ VT طبعا متصلة مع عضو التوالي فبتكون في هذه الحالة الـ VT بتساوي E plus IA multiplied by R plus RF. نطلع برضو بعدها على العزم المتولد في محركات الدي سي. عندنا طبعا بنعرف انه في تي بتساوي اي بلس اي اي في ار اي او هذا بالنسبه للشنط. لو حكينا للسيريز حتكون ار اي بلس ار اف. لو احنا ضربنا هاي القيمه هاي المعادله في اي اي